ينضم إلينا من برلين دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. يعني أهلا بك ومرحبا في البداية. يعني هذا الصراع مر بكثير من المراحل السياسية والعسكرية وأيضا التصعيدية، ونحن الآن أمام مفاوضات ما بين الجانبين وبواسطة وحدة حفظ السلام الروسية في الإقليم. يعني برأيك دكتور رضوان، إلى أي مدى ممكن أن تنهي هذه المفاوضات هذا الصراع، أم أننا أمام بداية جديدة لهذا الصراع ما بين أرمينيا وأذربيجان؟ تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة الصراع هو مزمن وقديم، يعني ولم يسفر كل الاتفاقيات على وقف إطلاق النار، لم تسفر على يعني وقف إطلاق نار دائم، لكن للأسف الشديد هذه المرة كان التدخل الأمريكي هو سيد الموقف، بحيث أن أمريكا دخلت على الخط، وهذا مما يدل على أن هذا الصراع سيستمر، وربما تفشل المفاوضات، لأن الأرمني اليوم اتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مما أغضب روسيا بالطبع. لكن بالنتيجة يعني لا نستطيع إلا القول أن ننتظر هذه المفاوضات وما سينتج عنها، وخاصة أن هنالك العديد من الدول تتدخلت في هذه المنطقة لتأثيرها الجيوسياسي على المنطقة بشكل كامل، أكان من تركيا، أكان من إيران، وكان من روسيا، والعديد من دول حتى روسيا البيضاء. لهذا السبب لهذا السبب أقول أنه يحتاج بعض الوقت حتى إذا كان هنالك من مؤشر لوقف إطلاق النار أو لا. إذا دكتور رضوان، يعني الموقف الآن من هذه الشروط اللي بينص عليها هذا الاتفاق، يعني نيكول باشينيان أكد أن هذا الاتفاق لديه بنود غير مفهومة، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على سريان هذه المفاوضات الآن؟ يعني واضح أن الشروط الأذربيجانية شروط صعبة باستسلام المنطقة، ورئيس الوزراء الأرميني ربما يسلم بهذا الأمر، لكن هل ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة الأيدي تجاه هذا التسليم؟ أنا أعتقد أنه سيعاد النظر في هذا القرار، وخاصة أن هنالك مظاهرات لإسقاط رئيس الوزراء الأرميني، وهذا إن يدل على شيء يدل على أن التصعيد ربما يكون هو يعني سيد الموقف في الفترة المقبلة. لكن بالنتيجة كما ذكرت لا نستطيع أن نتخذ يعني أو أن تكون الرؤية واضحة قبل انتهاء هذه المفاوضات، التي ربما خلال أيام قليلة ستظهر نتائجها الحقيقية. لكن كما ذكرت لك أن الأمريكي طالما أنه دخل المنطقة وبدأ بلعب دور، وهو يعني مهتم هناك لإعادة إشعال هذه الحرب، خاصة أنها تشكل خاصرة رخوة بالنسبة لروسيا وبالنسبة لإيران، فمن الضروري أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه الفرصة حتى تستمر هذه الحرب بغطاء أمريكي، أو أقله بغمز أمريكي للقوات الأرمينية لإعادة يعني توتير الجو من جديد. هل ما ستخرج به هذه المفاوضات ستكون ملزمة أيضا لأرمينيا ليس فقط لأرمن كاراباخ؟ عفوا، هل ما ستخرج به هذه المفاوضات سيكون ملزم أيضا لأرمينيا ليس فقط لأرمن كاراباخ؟ هذه بالتأكيد، لأنه أرمينيا هي التي يعني حاضنة لناغورنو كاراباخ وحاضنة للإقليم بكامله، فهي تعتبره جزءا لا يتجزأ من أرمينيا، فأي التزام من الإقليم سيكون ملزما لأرمينيا إذا طبعا إذا وافقت عليه. فهذا يتوقف على نوعية المفاوضات، يعني حقيقة ليس يعني لا نستطيع أن نفصل الإقليم عن أرمينيا بشكل عام. وكما ذكرت لك هنالك بعض الدول الخائضة في هذا الموضوع، فعلينا أن ننتظر حتى نرى نتائجه، لأنه ليس من السهل أن تكون هذه المفاوضات مطمئنة للجميع وترضي الجميع، فربما هنالك طرف ما يكون يعني ليس في مصلحته وقف إطلاق النار. برأيك يعني دكتور رضوان، ما هي يعني أكثر العوامل التي سرعت في يعني كما يبدو استسلام الانفصاليين إلى وقبول شروط أذربيجان؟
سرع يعني الانفصال او قصدك يعني الحرب ام يعني ما لم افهم من قبول الطرف الاخر لشروط اذربيجان؟ لا هو واضح دخول هذه المفاوضات. نعم يعني نعم الصوت عندي يتقطع بعض الشيء للاسف الشديد. يعني هنالك مساله مهمه جدا، ان ارمينيا كانت تاخذ دائما بدعم روسي، لكن مؤخرا الذي حصل ان ارمينيا اتجهت نحو الولايات المتحده الامريكيه والتزمت بالمناورات العسكريه مع امريكا اغضب روسيا، وهذا مما اذا صح التعبير رفع الغطاء عن ارمينيا. من هنا كانت القوات الاذربيجانيه لها رده فعل سريعه واستغلت هذا الوضع، وتبين ان الارمنيين يعني ليسوا قادرين على المواجهه، وهذا ما كان نتيجه الصراع. لهذا السبب يعني فشلت ارمينيا في الصمود وخاصه الاقليم امام قوات الاذريه. لهذا السبب كانت الشروط الاذريه قويه جدا باستسلام كل القوات الموجوده في هذا الاقليم. من هنا نعرف ان القوات الروسيه كانت هي الضامن وهي الحامي للقوات الارمنيه وخاصه في الاقليم، الا انها اليوم رفعت هذا الغطاء. هذا مما اثر كثيرا على يعني الاقليم بشكل كبير، بان يكون ضعيفا الى حد كبير بما يعني تتلقاه قوه اذربيجان من الاتراك من دعم ومساعدات. يعني هنالك اصبح عدم توازن بالقوى في هذه المنطقه. من هنا كان التاثير الاذاري على في شروطه وعلى هذه المعركه بحيث تكون لصالحه ضد القوات الارمنيه، واعتقد ان هذا خطا كبير وفادح من القوه الارمنيه او الحكومه الارمنيه باتجاه الذهاب باتجاه الولايات المتحده الامريكيه، لانها لم ولن تكون ضامنا لاحد في العالم الا لمصالحها. هناك اتهامات من قبل ارمينيا لروسيا بشان هذا الاقليم واعاده دمجه لاذربيجان، وهذا ما جعل ايضا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يقول ان مثل هذه الاتهامات ليس لها اساس من الصحه ولا تستند الى اي شيء. ما تاثير ذلك برايك دكتور رضوان على مسار العلاقات ما بين ريفان وموسكو؟ لا، واضح ان الامريكي له دور بهذا الموضوع، تبينت الدور الامريكي. وموسكو اصلا غضبت وصرحت تصريح واضح فيما اعلنت عندما كانت هنالك مناورات امريكيه ارمنيه، وللعلم ان ارمينيا هي عضو بدول مجموعه الدفاع الخمس، يعني هنالك خمس دول تحت لواء الدفاع المشترك كانت تقيم مناورات، وبالوقت ذاته أقامت مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مما أغضب روسيا بالتأكيد. هنالك موقف روسي واضح وصريح، وحتى استدعوا السفير الأرميني واستنكروا هذا الموقف الذي قامت به أرمينيا. من هنا أن الموقف الروسي لم يعني يكن مخفيا أو يعني عدم أو بالأحرى راضيا عن هذا الوضع الأرميني، ولهذا السبب كان الموقف الروسي حاد وقوي تجاه الموقف الأرميني. ولكن نتائج المعارك العسكرية أثبتت أن كان من المفروض لأرمينيا أن تبقى في موقعها مع روسيا وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حصل على الأرض نتائج هذه السياسات الأرمينية الخاطئة. إذا لم يتم الخروج بهذه المفاوضات إلى نقاط ترضي الطرفان الأرميني والأذري أيضا، هل ممكن أن يتحول هذا الصراع لساحة مواجهات دولية جديدة؟ بطبيعة الحال يعني ممكن في أي لحظة ينفجر الوضع إذا لم تصل هذه الأطراف إلى نتائج إيجابية في المفاوضات، أقله في تأجيل هذه المعركة إن لم نقل نهايتها، لأن كل هذه الدول متضررة في مكان ما، وكل هذه الدول لها مصالح أيضا في مكان ما في هذه المنطقة. وكما ذكرت لك أن العديد من الدول لا تسمح بالتخطي خطوط الحمر فيما يخص أمنها القومي وفيما يخص أمنها الحدودي. يعني عندما نتحدث عن إيران، هنالك وضعت إيران خطوط حمر لهذه الجغرافيا أن لا يمكن التغيير فيها. كذلك تركيا لها مصالح ولها أيضا يعني طلبات ورؤية معينة في هذه المنطقة، وروسيا كذلك، روسيا البيضاء
كل هذه المنطقة ربما تكون عرضة للاشتعال في أي ما يعني لحظة ما إذا كان هنالك إصرار لتغيير جغرافي معين أو تهديد أمن دولي معين لإحدى هذه الدول، وخاصة نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت عينها على هذه المنطقة منذ زمن طويل ليس بجديد، ويعني كان بالأمس للقاء على إحدى القنوات الزميلة، وكان مستشار الرئيس ترامب مستشار الرئيس السابق ترامب في هذا الحوار، وتحدثنا أنا وهو، وقال واعترف أنه هنالك قواعد تجسس للولايات المتحدة الأمريكية خسرتها في هذه المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان، والحلم الأمريكي أن تنضمها بعض هذه الدول من القوقاز إلى حلف الناتو وتوسيعه، وهذا يعني هذا اعتراف صريح من مستشار ترامب، يعني عندما يقول هذا الكلام دليل على أن هنالك يعني تدخل أو رؤية أمريكية للتدخل في هذه المنطقة والعودة إليها، وطبعا الإسرائيلي موجود هناك للضغط على روسيا من ناحية وتكون خاطر رخوة بالنسبة لروسيا، وكذلك بالنسبة لإيران وتكون خاطر رخوة لإيران، وهذا ما يهدد الأمن القومي الإيراني. كذلك تركيا لها مصالح في هذه المنطقة، فإذا عندما نتحدث عن منطقة ملتهبة بين هذه الدول ممكن تعرض المنطقة للاشتعال، وتكون أوكرانيا جديدة وربما كوريا الشمالية جنوبية جديدة، الله أعلم، يعني علينا أن ننتظر، لكن لا نتمنى هذا طبعا، نحن نتمنى بأسرع وقت ممكن أن تنتهي هذه المعركة وتصل المفاوضات إلى البر الأمان والاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار بشكل كامل. إلى أي مدى برأيك دكتور رضوان وجود الجانب الروسي كوسيط أو كضامن لعدم دخول الطرفان مرة أخرى في هذا الصراع؟ روسيا كانت دائما قوة ضامنة وقوة مهمة وأساسية في المنطقة، وكان لها دور كبير في التهدئة، لأن هنالك الكثير من المعارك التي حصلت، وكانت روسيا يعني هي التي تسعى إلى وقف إطلاق النار وتسعى إلى مساعي حميدة فيما بين هذه الدولتين، وهذا الصراع ليس بجديد كما ذكرنا، فلروسيا دور مهم وأساسي وسيبقى كذلك، لأنها لا تسمح بأن تكون هذه المنطقة منطقة تشكل خطر على أمنها القومي، لأنه فعلا هي منطقة حساسة ومهمة جدا بالنسبة لروسيا وبالنسبة للمنطقة بشكل عام. في حال تم توافق دكتور رضوان في هذه المفاوضات، هل ممكن أن يعود العلاقات إلى شكلها الطبيعي ما بين أرمينيا وأذربيجان مرة أخرى؟ يعني هذا يحتاج إلى وقت، يعني الجميع يعرف أن عندما يكون هنالك حرب بين دولتين سيكون هنالك انشقاق حتى على الصعيد الشعبي، سيكون هنالك رؤى مختلفة معادية، هذا يحتاج إلى وقت طويل، هذا يحتاج إلى الكثير من المساعي والجهود لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، ليس من السهل أن تعود بين ليلة وضحاها يكون هنالك قتلى وجرحى ودمار وخسائر إلى ما هنالك، طبعا يعني هذا لا تأتي بين ليلة وضحاها عودة العلاقات إلى طبيعتها حتى لو تم الاتفاق، لكن هذا يحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل وطويل جدا وربما إلى أجيال، هذا ليس بجديد، يعني هنالك كثير أمثلة كثيرة على هذا الموضوع، حتى يعني ربما بعد 20 سنة و30 سنة ما زالت الخلفية للحروب موجودة بين هذه الشعوب، فليس من السهل أن تعود بين ليلة وضحاها، لكن ممكن إذا كانت هذه العلاقات يعني أو الاتفاق يرضي الطرفين ممكن أن تتطور العلاقات بحيث أنها يعني تردم كل خلفيات الحرب وتأثيره حتى على الشعوب، وربما تعود الأمور إلى مجاليها، لكن يحتاج بالتأكيد إلى وقت طويل وإلى جهد كبير جدا بين خلال الدولتين أو بين الشعبين. ما يقرب من 100,000 مدني ينتمون إلى العرقية الأرمينية يتواجدون في هذا الإقليم، يعني ما مصير هؤلاء دكتور رضوان برأيك، يعني من سيتكفل بهم وهل سيتم ضمهم إلى يعني إلى إقليم الأذري؟ يعني حقيقة أنا أرى أن هنا اللعبة الدولية ليست مهتمة كثيرا هناك، ربما بإعادة أمريكي أنه عدم التدخل، ويعني لأن هذه العوائل وهؤلاء المدنيون يجب أن يكونوا أقلهم من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية،
يعني يراعونهم، يهتمون بشؤونهم، ولكن ربما ينتظرون نهاية هذه المعركة كيف ستكون ونهاية هذه الاتفاقيات كيف ستكون. أنا لا أعرف إذا كان يعني ينضم هذا الإقليم إلى أراضي أذربيجان بالكامل وتكون السيادة عليه بالكامل لأذربيجان، فلا أعلم إذا كان الأرمن والعرق الأرمني الموجود هناك سيبقى هناك، لأنه لا أعتقد أنه سيكون في مأمن أقله نفسيا في هذه المنطقة، فستكون الهجرة سيد الموقف باتجاه أرمينيا. لكن أنا لا أعرف إذا كان ربما يكون هنالك فائدة في تبادل الأراضي، مثلا هنالك جزء من أذربيجان في القاطع الآخر من أرمينيا، ربما يكون هنالك تبادل أراض في هذا الموضوع، ربما يكون هنالك اتفاقية ما لأن تكون هذه الناس أو هؤلاء المدنيين في مكان مأمن، في مأمن بعيد عن هذه المعركة، أكان في انتقالهم ونقلهم إلى أرمينيا أم أكان بوصاية دولية. هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهود من الأمم المتحدة والمساعي الدولية، لكن حتى الآن ليس هنالك ظهور لهذه المساعي باستثناء الجهود لقوات السلام الروسية الموجودة هنا. هناك بالفعل تقارير بتظهر فرار الكثيرون منهم، يعني نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها الإقليم الآن. يعني دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، كنت تحدثنا من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.